زمان لما كنت صغيرة كنت بسمع عن ثورة الاتصالات اللي هتحصل في المستقبل، بس عمري ما تخيلت إنها هتوصل لبيتي ولولادي. ولادي بقوا بيبصوا في شاشة الموبايل أكتر ما بيبصوا في وشي، والموضوع ده بيضايقني جدا. بالنسبة لجوزي، لا مش متضايقة، عادي. ياريت السوشيال ميديا كانت ظهرت من بعد شهر العسل. السوشيال ميديا بدل ما بتقرب المسافات بيننا خلتنا بعيد عن بعض، حتى لو كنا عايشين في نفس المكان. استنى الشقة بالليل. ايه ده؟ ايه كم الشرابات دي يا علي؟ حرام عليك، تلات شرابات فوق بعض كل يوم ليه؟ بحين مش ممكن. لا كتير كتير، كلاب ميتة، مش قادر. يا رب توب عليا يا رب. يجوا اللي عايزين يتجوزوا يشوفوا الخيبة القوية. صحفية محترمة قد الدنيا بدل ما تمسك ورقة أو قلم وتحط أفكارها، تتسمم أفكارها. شربات فنيلات. قلة أدب، قلة أدب. مامي يا حلوة، مامي يا بطة، ما تنسيش تقولي البابي على الكوتشي الجديدة. أمه أمه، العيال دي بتجيب الحاجات دي منين بس يا رب؟ ايه يا سولي، في ايه؟ بتبعتلي رسالة وانا جنبك هنا في المطبخ؟ ايوه مامي، اسرع واسهل. هو انا لسه هنادي؟ وتنادي ليه يا حبيبي؟ ما تيجي تكلمني. الهدف من الرسالة توصيل المعلومة، والمعلومة وصلت. نظام ايه بقى الحوارات الكتير؟ عشان الناس لازم تتكلم مع بعضها، مش هنقضي حياتنا رسائل وتشات. وبعدين لازم اشوف ابني واسمع صوته وهو بيكلمني. انا خلفت بني ادم مش شاشه موبايل. نلخص وننجز. الانجاز حلو، مفيش كلام. انا يا ولد تقولي نلخص وننجز؟ ماشي يا سولي. يا ريت حضرتك تاكدي على الولاد يستعدوا لامتحان الشهر. مستر عاطف، المدرسه دلوقتي بقت تبعت ايميلات لاولياء الامور. أنا على أيامي كان جوابات استدعاء ولي الأمر بالبوسطة، ملها البوسطة. هم بيوفروا. يوفروا إيه؟ قاعد نغنى احنا. طب يلا ادوني اللي في ايديكوا ده علشان نذاكر. يلا. لا يا مامي بقى، سيبينا شوية بقى كده. طيب علي، يا علي تعال شوف ولادك. علي تعال شوف لك صرفة. في ايه علي؟ أنا في مأزق يا إنجي، أنا في خطر. في خطر؟ بلاش هزار سخيف، اقفل البتاع ده وركز معايا شوية. في إيه يا إنجي؟ عايزك في موضوع خطير. أنا عايزك في موضوع أخطر. إيه ده بجد؟ في إيه يا علي؟ في إيه؟ اتكلم وغوشتني. أنا منهار يا إنجي. خبر أبيض لدرجة بتنهار. في إيه يا علي؟ اتكلم. أنا محتاج لايف. لايف؟ يا علي هتموت. عندك مرض خطير وحتموت يا علي. هتسيبني انا والعيال يا علي؟ ما تسيبنيش انا والعيال يا علي. انا عايز لايف بتاع لعبه كاندي كراش. نعم؟ انا مرهار بجد. بتنهار بجد؟ وكاندي كراش؟ منك لله يا علي، كنت هتجيب لي سكته قلبيه. حرام عليك، كده ما كانش هيبقى فيه لايف خالص. انت مش مقدره موقفي. لا صح. طب بصي يا علي، انا هخرج بدل ما يجيلي جلطه حبيبي، اوكي؟ عشان انا كده فعلا هطرشق من جنابي، عيبت خلاص. طب اقول لك، لو لقيتي لايف في سكتك ابعتي لي واحده. حاضر حاضر هبعت. ما تنسيش. حاضر حبيبي حاضر. افهمني بس يا حسين، دلوقتي رئيس التحرير عايزني اكتب موضوع عن السوشيال ميديا ومدى تاثيره على الشباب. سوشي ايه يا حسين؟ انت جعني يا روحي؟ طب ركز معايا يا حبيبي، بقولك سوشيال ميديا تقولي سوشي؟ دلوقتي انا اتدبست في الموضوع ده ولازم الحق عادة بكره. اعمل ايه دلوقتي؟ دليفري؟ انت عايز تطلب دليفري، وده علاقته بقى بالموضوع بتاعي؟ انت معكش الارقام؟ طب انا اطلبه لك يا حبيبي، انت تؤمر. عايز ايه قولي؟ سلطه ولا من غير؟ طب يا روحي، كومبو ولا ميديا؟ ماشي يا حبيبي. طب السوشيال ميديا، انا بعمل تحقيق اهو عن السوشيال ميديا ومدى تاثيره على الشباب، وهبهدلكم. سلام. عملت ايه في التحقيق؟ انا بقى بحقق اهو، والله بحقق.
هو ده التحقيق. تشيكن تندر، الفريت، حاجة ساعة. ده هايل. يعني أنا أطلب منك موضوع عن السوشيال ميديا، تعملي موضوع عن الأكل، الفرق بين الكومبو والهابي ميل. لا ما أنا بطبق، قصدي بعمل التحقيق والله، أنا مش ساكتة. مش ساكتة؟ ده تهريج يا أستاذة، ده تهريج، وأنا لن أسمح ولن أعفو ولن أغفر. لا لا لا، لازم تغفر أرجوك، لا آخر مرة والله. أنا بقولك إيه؟ الموضوع ده لو ما كانش على مكتبي بعد ساعة، أنا هديه لزميل تاني يكتبه، وهخصم لك أسبوع. لا أرجوك ما فيش خصم، لا هيبقى عندك على طول. إن شاء الله. كومبو هابي ميل. نوريتك يا كاميليا. الله يخرب بيت السوشيال ميديا علي، يخرب بيت رئيس التحرير علي، يخرب بيتك يا حسين. الراجل ده إيه ده؟ الراجل ده مش ممكن، هو بيعاملك كده ليه؟ عايز أنت كمان. يعني أكون عايز طبق مهلبية؟ عايز انتقم رئيس التحرير. وانا والله بس ازاي؟ انا عامل اكاونت على الفيسبوك باسم سوسو الدلوعه. سوسو الدلوعه؟ ايوه سوسو الدلوعه. وايه السفاله دي؟ مش عشان اشتغل رئيس التحرير. اشتغلته؟ اشتغلته؟ ده انا مشتغله اشتغاله بقالي اسبوعين، عمال اشتغله وهو بيمثل الوساده الخاليه. انا لك على طول خليك ليا. طب يا عم عبد الحليم حافظ، ليه بقى حضرتك واثق فيا ومش خايف لحسن اروح اقول له؟ الله الله الله، انت هتوتريني منك ليه يا كوكو؟ بصي بقى، ها ديل، تعملي موضوع السوشيال ميديا سرك في بير. نعم يا اختي، ده ابتزاز، واقول لك بقى انا ما بتهددش وما بخافش. اوكي استاذ جميل. طب عايزه الموضوع ده امتى؟ كمان ساعه. ايه ده؟ تعالي على هنا يا جوجو، رايحه فين على الصبح كده؟ قطيعه تقطع برشلونه وريال مدريد والدوري الاسباني كله. مالك بس يا طنط رجاء، قلب على الدوري الاسباني ليه؟ لا انا متغاظه جدا من جوزي. ايه انكل سمير ساب الطب وبيلعب في الدوري الاسباني والايطالي والفرنساوي والالماني كمان، ولو في ماتش في جزر القمر هيروح يلعبه. بسم الله ما شاء الله، انكل سمير بيعمل كل ده، ربنا يديله الصحه. طول النهار قاعد بالبلاي ستيشن، يدخل يخلص ماتش يخش على الماتش التاني، يخلص ماتش يخش على الماتش التاني، ما بيهمش ابدا، ما فيش هاف تايم. انكل سمير بيلعب بلاي ستيشن؟ ايوه يا حبيبتي، سايب العينين بتوعه وقاعد طول النهار يعمل خطط، يطلع اوزيل وينزل بنزيمة. بينزل بنزينة يعمل ايه؟ قولي لي يا طنط، بتمونه 92 ولا 95 بقى؟ 92 ايه و95 ايه؟ بقول لك بنزيمة، انا كنت زيك الاول كده، طول النهار سامعاه بيقول الاسامي دي، كنت فاهم بقى ان هو بيكتب ادويه للعيانين، طلع ان هم لعيبه بشورت وفانيلا. احمدي ربنا يا طنط، احمدي ربنا. تعالي ليل ونهار بيلعب كاندي كراش. كراش مين؟ لا يا حبيبتي ما كراش حد، هي لعبه اسمها كاندي كراش. الا صحيح الاقيش عندك لايف؟ عندي ايه؟ لا ما عنديش. ده ايه ده؟ لايف يا طنط للعبه، علي ليل ونهار يقول لي كلميني بنتك عايز لايف، شوفي لي حد عايز لايف، مش عارفه اعمل ايه. طيب وماله؟ يعني حبيبتي انجدي ما يقول لك اطلبي بنتك، اطلبي بنتك، ما يصحش كده ابدا. الاسهى والادل بقى يا طنط انه ليل ونهار يتنحى قدام الشاشه، لازق بوزه في الشاشه، مش عارفه اعمل ايه، لا بيكلمني ولا بيرد عليا، مش فاهم حاجه خالص. هو طول عمره مش فاهم حاجه، بس الموضوع تطور بقى. الظاهر ان كل الرجاله اتجننوا. نو 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 نو. مالك يا منال بتنونوي ليه على الصبح حبيبتي؟ بتنونوي ليه يا منال؟ صباح الخير. بتقول لك صباح الخير. اه يا حبيبتي وانت طيبه يا رب يخليك. معلش اصلي الظاهر اني اتطرشت من رغي شريف، طول النهار داير في الشقه زي النحله زينه. سبيك سبيك، مفيش ليسننج. احمدي ربنا حبيبتي ان جوزك فيه ليسننج وسبيكينج، انا علي لا ليسننج ولا سبيكينج ولا اي حاجه خالص. الله يقطع النت على النتيت على اللي بينتته في يوم واحد. طيب استأذنكم انا هروح اقعد ساعتين في الخباسه كده على السايبر نت اللي جنب البيت. ها يلا باي. طيب مش الرجاله بس اللي اتجننت، الستات كمان ضربت. وانت عامله ايه رجروجه؟ ايه يا اختي؟ طبخه ايه النهارده؟ آه. يا دكتور. نعم. انا قاعده بقالي ساعتين. ماشي. ما يصحش كده. ايه وين ما يصحش؟
لا ما تقلقيش هتولدي وقت الميعاد ان شاء الله هتولدي. انا تعبانه. وانا مش تعبانه. مين قالك ان انا تعبانه؟ طب ما قال لي تعبانه. ما تعبانه انا عملت الكشف وشفت وصوت شفت صوره البيبي في الاشعه زي القمر. طب يلا بينا بقى عشان نجيب البيبي. انت هتجيبيه دلوقتي؟ دمك شهرين يا دكتور. هي بقى لها ساعتين انا بقالي ثلاث ساعات هولت. بصراحه انا بتلكك بقى لانك انت طاعم وشك زي القمر يا جميل. العين مالهم أمبر فوق كده. أنا عايزة أعرف في إيه هولد إمتى؟ هتولدي إن شاء الله أنت بعد ثلاث شهور وهي شهرين. ما تقلقوش خالص. عايزين تقعدوا لما الماتش يخلص نكشف تاني وأشعة تاني. يا دكتور. نعم. ده ماتش. أمال إيه؟ مش بلاي ستيشن؟ ولا قومي يلا. يلا بابا. استنى بس عايز أشوف حد. ما هنمشي بقى ما. لا كده هنمشي دلوقتي. انت نسوان غريبه زي ما قلت لك كده. مجنون ده ولا ايه؟ وربنا لا اقفل لك العياده. على مهلك يا شابه لا الواد يقع منك. شايفه يا منال زي ما قلت لك بالظبط. كل الستات اللي خارجين من عنده من جوه بايدو عليه. مش عارفه اعمل ايه. بقول لك مش عارفه اعمل ايه. حبيبتي بصي الحل انك تاخدي جوزي تقعديه مع جوزك. ليه؟ لان جوزي هيقعد يرغي ويهلفط فجوزك هيصدع ودماغه تبربق ومش بعيد يجيله تربانه فهيبطل لعبه ويكره حياته. كويس قوي. تفتكري الطريقه دي هتجيب نتيجه؟ خديجه؟ مين خديجه؟ خديجه ايه؟ بقولك هتجيب معاه نتيجه؟ حبيبتي النتيجه واقفه قدامك اهو. بقولك جوزي رخم يعني هيكره جوزك في حياته ويخليه يبطل لعب ويقفل العياده ومش بعيد يطلقك ويعزل بالمره. لا 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 بصي انا عايز اعالجه بس. بتقولي حاسه انه خس؟ خس ايه؟ بقولك انا عايز اعالجه وبس. لا كده بقى تسمعي اللي بقولك عليه. ايه؟ تسمعي اللي بقولك عليه. لا ما اقدرش ادعي عليه. اكتب له ايه يا كمالي؟ اكتب له كلام. كلام؟ امال انا هكتب محشي يعني؟ ما انا هكتب كلام. وانا شرفني انا ما شهدتش مع اسمه جميل ده قبل كده. ما شهدتش مع مين؟ ولا شهدت مع اي حد اصلا. طب ماشي. بصي ايه رايك اكتب له نفسي اشوفك. ايه رايك؟ واد انت شكلك كنت صايق قبل كده. انا شهيت اخر حاجه. يلاقيه حلوه دي اكتبها كده. استني. نفسي اشوفك. انا كمان نفسي أشوف. فين حرف الواو؟ كان قدامي دلوقتي راح فين حرف الواو؟ أيوه ده. لا ده واو عليها همسة. ما تكتب يا عم الممل وخلصني. أنا مش عايش لك. انتي كتب حاجه. ما كتبش حاجه. هو بيتاخر كده ليه؟ تلاقيه بيدور على الحروف. ده راجل قديم قوي. يا لهوي. لا لما يكتب حاجه بقى بصحيني. ادي الواو. اشو. طب فين بقى الفه؟ فه 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 لا حول ولا قوه الا بالله. كانت لسه قدامي. ده انا كنت زلبلب. أشو ألف ب ت س ج ح خ د. طب أعمل إيه دلوقتي يا كوكو؟ الراجل مش عايز يكتب، أروح أكتب بداله ولا إيه؟ الراجل ده هيجنني. تلاقيه لسه بيدور على الحروف. طب أروح أسلم له نفسه وأقول له أنا اللي بكتب. كوكو كوكو طب اوصف لي نفسي ازاي؟ عادي يعني قول له الحقيقه. قول له ان انت قصير وبنضاره واقرع. نعم يا اختي. خلاص ما تزعلش بلاش اقرع. ولا اكدب عليه اقول له ان انا طويله وشعري سايح.
الموضوع ده محتاج تليفون. بقول لك ايه يا كوكو؟ إيه؟ ما تكلميه على انك انت سوسو الدلوعه. انا سوسو الدلوعه؟ اه. ايه الهبل ده؟ إيه؟ دلوقتي لا يمكن طبعا. تحولتي ليه يا كوكو؟ ما انت اكتمي سوسو الدلوعه حلوه. ولا يمكن يحصل ابدا، لا ممكن لا ممكن لا ممكن. الدلوعه العيب. اوصف نفسك انت. كده دخلنا في الجد. هاوصف يا حياتي. انا خليط بين رشدي أباظة على حسين فهمي وأيضا على عضلات الشحات مبروك. ايه ده؟ خليط بن رشد أباظة وحسين فهمي، هيبقى ايه يعني؟ أباظة فهمي. الحقي عضلات الشحات مبروك، الشحات مبروك. يا ده انت كداب كده، ده انت مش محصل عضلات سمانة الشحات مبروك. تصدق انا كنت مستحرمة الاشتغالة دي، بس بعد الكذب اللي بيكذبه دوس يا سامح، يستاهل يا سامح. بس كاميليا. ايه؟ كاميليا، الموضوع ده هيفضل سر بينا، ده لو حد عرف هترفد هترفد. عيب يا سامح، عيب، ما تقوليش الكلام ده ابدا. طب اطمن. الله يخليكي، طالما قلت اطمن يبقى لازم اقلق واتوتر. اخص عليك يا سامح. بتتكلمي بجد؟ سامح بيعاكس جميل على التليفون وعامل نفسه واحده ست؟ سوسو الدلوعه؟ الاسم الغريب ده كل ده يطلع منك يا سامح؟ اه، بس بقولك ايه يا انجي، الكلام ده بيني وبينك، اوعى حد يعرف عنه اي حاجه، لحسن يا حرام سامحي يترفض. لا 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 لا، ما تخافيش، مش هقول لاي حد. حاضر. اوكي سلام. ده احنا هنلعب لعب. في ايه يا علي؟ مالك اتخضيت كده؟ اتخضيت لما شفتك. ما لازم اتخض لما اشوفك يعني. اتخضيت. يا سلام، لازم تتخض لما تشوفني ليه؟ شفت عفريت يعني ولا ايه؟ بحب اتخض لما اشوفك. بتحب تتخض لما تشوفني؟ ايه الرومانسيه دي يا علي؟ في ايه؟ بتكلم مين يا علي؟ بكلم اصحابي. بكلم اصحابي الرجاله طبعا. اكيد طبعا رجاله. مين يعني؟ انا مش سيكا، انا وسفير الاحزان والبرنس شفعي. برنس شفعي؟ بذمتك يا شيخ في برنس اسمه شفعي؟ دول صحابك دول؟ مش عرفك برنس شفعي انت؟ ايوه دول اصحابي اللي على الفيسبوك. لا يا علي، انت كده مش على الفيسبوك، انت كده على الفيس والواتس. تصبح على خير يا ابو مي. ما تنساش تسلم لي على شفعي. ها شفعي؟ انت تعرفي شفعي دي من اهله مسلم. حبيبي يا شفعي. انت يا اللي اسمك مغاوري، انت يا بيه. ايوه يا ست انجي. ايوه جاي لك. هادر. أيوة. ممكن افهم انت بتروح فين؟ انا بدور عليك من امبارح. وتدور عليا ليه؟ ما انا عامل جروب لكل سكان الامار على الويتي ساب، بس انت اللي خرجت منه. لازم اخرج منه طبعا. انا مالي اصحى كل يوم الصبح على 3 كيلو بصل واربع حزم جرجير، وانام بالليل ليه انا على بخمسة جنيه طعميه وعلبتين فول؟ مالي انا ومال طلبات الجيران؟ يا مدام، ده افضل طريقه تكنولوجيه لجمع الطلبات في حته واحد. الدنيا اتغير يا مدام. ايوه اتغير يا مدام، بس للاسوء. فين ايام زمان لما كان البواب من دول يعدي على سكان العماره واحد واحد بابتسامه جميله؟ لا 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 لا، ده كان زمان، وراح لهاله مات خلاص، وطلعنا عليه ال40 والثانويه، وفرجنا شوريك وبرتقان كمان. الله يرحمه. احنا دلوقتي في عصر الكواكلي. الكواكلي؟ ايوه، السرعه يعني، هيسمى كل شيء على الكمبيوتر. لا انا همشي قبل ما تنسيني الكلام. يعني مش هترجع اعمل لك اد على الجروب؟ لا مش هرجع يا مغاوي، واحتمال ما ارجعش العماره خالص طول ما انت البواب بتاعها. ايه رايك بقى يا فرسني؟
خلاص يعني مالكش طلبات عندنا النهارده. ست انجي بركه نجيتي. خير يا شعبان؟ في ايه؟ عايزك تعملي لي شير ولايك على البيتش وعلى الفيس بتاعتي. البيتش والفيس؟ اه توجذر؟ اه ده ايه ده بقى؟ البيتش دي بتاعت ايه؟ دي بتاعت السوبر ماركت بتاعي. وانت عامل ليه صفحة للسوبر ماركت على الفيس؟ يعني عشان انزل شوية فوارات وشوية حاجات كده وتشتركي فيها وتبقي متنفعيني. طيب ما انا اجي بنفسي واعرف الاوفرات بتاعتك دي. يعني انا غلطان ان انا قلت اوفر عليك المشوار؟ المشوار مشوار ايه شعبان؟ انا ساكنه فوقيك يعني، وانا طالعه وانا نازله بعدي عليك. دي تفاهه يا شعبان. تفاهه دي شتيمه صح؟ ايوه صح. عندك اعتراض؟ لا انا كنت بتاكد بس. لحظه، فين تمن الحاجه اللي انت خدتيها؟ هي دي مش في الاوفرات؟ ما انت لو كنت اشتركتي على البيتش بتاعتي على الفيس كنت مع السلامه. لا على فكره انا ما كنتش عايزه، انا بس بسال حب استطلاع. يا سامح يا جامد، ايه المقلب اللي عملته في راس التحرير ده؟ ظبطتي صوتك هتودينا في داهيه. ايه ده؟ شد حيلك يا سامح، وعاوزك كده تدلع رئيس التحرير وتهشيكه وتبشيكه. بقول لك ايه، تهشك بعيد عني، تهشك بعيد عني. يلا يا ناقصاكوا. يس يس. الله 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 الله. هي حصلت سوسو؟ انا شامم ريحه كابيليا في الموضوع. وتقول لي سرك في بير، سرك في بير، وهي عملته منشط صفحه اولى. طب يا كابيليا هوريك. يا سامح يا دلوعة، ده انت طلعت موسوعة. ايه الحلاوة دي يا كبير؟ لو تمشي انا والنعمة انتوا زملاء رخمين قوي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اهرب ولا بتنكر ولا غير اسمي؟ اقول لك احنا ممكن نقسمها شفتات. يا قلنا نقسمها شفتات انت كمان. الشات ما هو مش معقولة هتشتغل رئيس التحرير لوحدك، وبعدين انت عارف ان احنا كلنا مش طايقينه. ما تبقاش اناني بقى يا سامح. يا عم انا مش اناني خالص. بص انا حاسب لك الشفتات كلها لوحدك، وكمان بقى ايه، هنسيب لك الفكره والتنفيذ. ايه رايك حبيبي يا سامح؟ مبسوط حبيبي؟ ماشي. صباح الخير. ازيك يا سامح؟ زفت زفت وقطران. انت كنت فين يا كاميليا؟ انا اتفضحت يا كاميليا وصرت بات على كل لسان. ليه؟ مين اللي فضحك؟ شوف انت بقى، واحد بقى لسانه فالت وبيحب اللوكلوك وفاتح وكاله انباء واحده، ما بيتذاعش غير خبر واحد. سامح بيشتغل رئيس التحرير، سامح بيشتغل رئيس التحرير، ومش بعيد بكره عبد شعبان عبد الرحيم يغنيها كليب سامح بيشتغل رئيس التحرير. ايه اخرس. مين يعني اللي عمل عامله الحقيره دي؟ على فكره بقى الفتنه اشد من القتل. مش هفتنكم على حاجه تاني. ماشي. حلوة دي. استاذه انجي، استاذه انجي، رئيس التحرير سهل عليكي خمس مرات. يا ساتر، خمس مرات وبتكبب في وشي يا تيتو. اما اشوف عايز ايه. مش كده على الصبح؟ مش كده؟ ينفع اللي حصل ده يا انجي؟ لا يا فندم ما ينفعش طبعا. بس هو ايه حضرتك؟ اطلب من كاميليا تعمل لي موضوع عن السوشيال ميديا، تقوم تنقله من على النت كوبي بيست. لا كده تبقى حراميه. ده حتى العناوين الفرعيه نقلها زي ما هي بالحرف الواحد. لا كده تبقى حراميه وغبيه الاثنين توجذر. روحي انت بقى قولي لها يا انجي. حاضر يا فندم، هقول لها لما تيجي تسرق حاجه زي كده في المستقبل تضيف يعني تجود، تحط شويه حبشتكنات كده عشان ما حدش يقفشها. حبشتكنات ويقفشها؟ الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده، منه الله النت سهل السرقه. فين ايام زمان؟ ايام زمان كان الواحد عشان يسرق مقاله واحده يجيب كتب ومراجع ومجلات وكل ده وتطلع عليه قبل ما يكتب مقاله واحده. معلش يا فندم، سؤال صغير، هو حضرتك قفش على كاميليا علشان سرقت ولا علشان ما تعبتش في السرقه؟ الاثنين توجذر. 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 بقول لك ايه، روح انت دلوقتي عشان عندي دلوعه، قصدي عندي مقاله يعني. معلش يا فندم بقى هعطلك بس يا انجي. مش وقته يا انجي، طرقيني شويه. طرقيني؟ مش عاجبك حبشتكنات؟ ده انت راجل في الصفطزي. طيب يا فندم مش هعطل حضرتك، عن اذنك. روح قلبي وحشتي تي. فين النون؟ فين النون؟ تيني.
تافه. راجل تافه. صحيح. مش قصدي انت خالص يا علي، مش قصدي انت. ما انا عارف، انا مش تافه، انا اوفر. ياخدي حلوة، انت عارفة روحك. كنت بتتجسسي على ايه؟ يا علي اللي انت بتقوله ده؟ ايه بتتجسسي دي؟ هقول انا اتجسس على راجل غيرك؟ لاحظ ان انت كلامك جرح. انا افتكرته بيناديني تاني، رجعت اشوفه عايز ايه، لقيته راجل تافه. صباح الفل. والحلوة دي قامت تعجن. ايه ده ايه ده؟ والشعر الغجري المنكوش؟ منكوش؟ هو كان منكوش يا سامح؟ لا، كان الشعر الغجري المجنون. اه والله مجنون. يسافر يسافر فين يا عم الحاج؟ ده قديم قوي يا كاميليا. ده قديم ومصد ومطرب. ايه ده؟ انتوا قافلين على نفسكم الباب كده ليه؟ بسرعه. ايه في ايه؟ تعالي امشي بسرعه. في ايه؟ في ايه؟ بيقرا بيقرا الفنجان؟ قصدي يعني بيكتب لنا قارئة الفنجان. عيني يا قلب امه، هو ما حبش من ساعة قارئة الفنجان؟ ايه ما سمعش عن اوكا وارتيجا ده ولا ايه؟ لعلمكم الشغالة دي مش هتكمل غير بالتليفون. اوعى تقول لي كلميه، انا جوزي ظابط ممكن يحبسك ويخليك انت اللي تعمل سوشيال متدلعه. ماشي. النوج. نعم. النوج. نعم. يا ريت تكلميني. لا ايه يا سامح، انت بتهزر؟ انا اعمل الحاجات المراهقه دي؟ لا طبعا. يا النوج، انت الصوت الرقيق الجميل. انت بصي الاحساس المتدفق، يا على احساسك العالي، يعني هتجيبيه على اسنانه. لا 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 يا سامح، عشان خاطري، عشان خاطري يا النوج. ما تضغطش عليا كده. عشان خاطري يا النوج. مش موافقه؟ موافقه، نفسي اشتغل حد من زمان. بس هو اتكلمي من تليفونك. لا طبعا كلمه من تليفوني. ايه اكيد. لا انا اي نعم سنه اولى اشتغلت، بس انا مش غبيه للدرجه دي. طب بصي بقى، خد التليفون ده، في شريحه ورصيد ب 10 جنيه 10 جنيه بحالهم؟ ده جنيه معفن. بتقولي حاجه؟ لا يا حبيبي، بقول صارف قوي، صارف، مكلف نفسك. طب ايه ايه؟ مش عارفه اقول له ايه، انا متوتره. اقول له ايه؟ اتسهوكي. اتسهوك ازاي يعني؟ اتسهوكي ازاي؟ خليكي انثى، انثى دلوعه جميله. انثى دلوعه؟ اه. نسيت الحاجات دي من زمان. هقول لك انا ازاي. بصي. جميل. جمالي جميل جمال. ملوش مثال. حبيب عيني روح قلبي. ها، انثى ولا مش انثى؟ لا يا حبيبي، انت كده صرخه انثى. صدقي اصحابي بيقولوا لي ان انت شبه بطله صرخه انثى. تصدق هديك بالبتاعه دي في نفوخك؟ اسكتوا بقى، خلينا نكلمه، انا اتوترت. رقمه كام؟ 010. ايوه. 011. ها؟ 012. نعم. اعمل له ايه؟ ما هو لم يكن الخطوط. كمل. 02. ايوه. 03. لا انت بتهزر بقى كده، دخلنا على مصر اسكندريه الصحراوي. بيرن بيرن. الو. يا قمر، يا عسل، يا ورد الجمالي، حبيبي يا متغر، قرب ليا قرب، وتعالى بالسلامة، تعالى بالسلامة. ياللي اديت لحياتي بحبك طعم ولون، مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مش هتنازل عنك أبدا، مهما يكون مهما يكون. ألو؟ فرفر فرفر من صبح، شكله سميع قوي. ساكن في حي السيدة، وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان أنول كل الرضا يومات أروح له
مرتين من السيدة لسيدنا الحسين. هو بيعمل ايه جوه ده؟ انا محدش يطلع على الباب. اتأخرت ليه يا جميل؟ ايه يا جميل؟ بقالك ساعة راميني على الباب وبتعمل ايه؟ طيب يا استاذ مصلحي هبقى اكلم حضرتك بعدين، مع السلامة. قفل في وش السكة، اما قال لي الذوق بصحيح. بس بيقول مصلحي، مصلحي مين ده؟ يمكن حد كبس عليه في المكتب اسمه مصلحي. لا انا افتكرت ده علي، علي اللي كان عايز يشوفه. علي اسمه مصلحي؟ لا كتير كده، كتير مش هقدر. سيبك منها، بقول لك ايه، ايه رايك في الاشتغالات؟ فظيعه فظيعه، متعه متعه، خصوصا لما بتشتغل واحد غبي كده زي جيمي. طب ارمي له نظره. نعم. ولا ابتسامه حسنه وتنفع يوم القيامه. روح لله لله. اخرس. طيب طيب. ده بقيت غريب قوي يا جميل، راميني على الباب وعمال تكلم مصلحي. مين مصلحي ده؟ مصلحي ده اهم مني يا جميل. انسى مصلحي بقى، ده علي. الله افهمني، انا قررت هيكل الجريده. هيكل الجريده ايه؟ هتغير الانتريه؟ انتريه يا علي غيره. بقول لك هيكل الجريده، وانت هتبقى رئيس لجنه الهيكله. رئيس؟ دي تبقى الهيكله دي حاجه حلوه قوي. هيكل يا جميل. يا تصور يا علي، الصحفيين بقوا بيسرقوا الموضوعات من على النت يا علي. بيعملوا زيك يا جميل. عيب عيب يا علي، عيب. ما انت بقالك 30 سنه حرام يا جميل. اي ما فيش غير 3 مقالات بس اللي كتبتهم من دماغك. لا يا علي لا، انت كده بقيت بتستغل الصداقه اللي بينا اسوء استغلال. يا علي يا علي ركز معايا، هتبقى رئيس اللجنه، عايزك تظبط الشغل وتعاقب المقصر حتى لو كانت مراتك. ده انا مش هعاقب غير مراتي، ده انا هبدا بمراتي. شفتي هو بيقول ساكن في حي السيدة؟ ما أنا ساكن في مبابة. شفت؟ بس خلي بالك عشان هو فعلا هيخليكي تشحتي بقى على باب السيدة. ايه وانا اشتغلته؟ لا يا حلوة، أصله عارف إن أنتي سرقتي تحليل السوشيال ميديا من على النت. طب استأذن أنا بقى عشان إيه أسيبكم براحتكم. تعالى هنا. يخرب بيتك. إيه؟ أنت صحيح سرقت الموضوع من على النت؟ أمال هجيبه منين؟ أنا بكتب نفس اللي مكتوب لك أنتِ. تقوم تسرق يا سامح. تسرق. تسرق مالك محموقة قوي كده يا اختي؟ اللي يسمع كده يقول ان انتي بتجيبي كل مقالاتك من دماغك. ما احنا دافنينه سوا، انتي سارقه كل مقالاتك من على النت. فيا كاميلي. بس انا عمري ما اتقفشت، انا واحده عندي مبدا، اسرق لكن ما اتقفش. لا برافو، مبدا فعلا. طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا هترفض. مش للدرجاتي، مش للدرجاتي يا كاميلي. منك لله. يا كاميليا يا كاميليا يا حبيبتي اهدي، لو كل صحفي سرق حاجه من على النت يترفض، نص الصحفيين هيقعدوا في بيتهم يا حبيبتي. ما تقوليش كل الصحفيين يا انجلا سماح. انا ما قلتش كل الصحفيين، انا قلت نصهم. في صحفيين كتير محترمين، بس انا بشاور على واحد دلوقتي. انت تسكت خالص. ابشر يا سامح. ايه انت يا حبيبي؟ مش حرامي بس، انت حرامي وغبي الاثنين مع بعض توجذر. شوفوا يا اساتذه، انا كلفت علي برئاسة لجنة هيكلة الجريدة، يعني المقصرين والمستهترين هيتفصلوا، وخصوصا اللي بيسرقوا الموضوعات من على النت. مفيش حد كبير على الفصل حتى لو كان مين. انا في الفصل ما اعرفش مراتي، قصدي في الفصل ما اعرفش ابويا. اتفضل يا جميل بيه. اتفضل يا استاذ علي. ماشي علي ماشي. بيت بقى معرفش جوزي. على اذنك يا جماعه، انا هدور على وظيفه مندوبه مبيعات. لا يا كاميليا. كاميليا ما تخافيش يا كاميليا، لا جميل ولا علي يقدروا يفصلوا حد فينا. انتوا ناسيين ان احنا بنشتغلهم مكسرين عينيهم. نشتغلهم مكسرين عينيهم؟ انت بتجمع ليه يا سامح؟ هو علي دخله ايه في الاشتغالات؟ لعلمك بقى يا انجي، انا بقالي اسبوع بكلم علي على اني بنت، وهو ماشي معايا زي القشطه وجاي على بوزه. بوزه؟ لا طبعا استحالة. علي يعمل أي حاجة في الدنيا، شوف أي حاجة إلا الخيانة. وأي نعم غتيت وخلص عايز يتسك على نفوخه، بس طبعا أكيد ما خنيش. أنت بتستهبل. هي دي الحياة يا إنجي، ولعلمك بقى علي هيموت ويشوفني.
يشوف فيك ايه؟ قصدي يشوف ايه يعني؟ ما انت طول النهار في وشه. قصدي يشوف المزه اللي جوايا. نعم قصدي المزه اللي على النت. المزه اللي على النت؟ بتكلم مين يا علي؟ بكلم اصحابي. مين يعني؟ انا مش سيكا، انا وسفير الاحزان والبرنس شفعي. والبرنس شفعي والبرنس شفعي. سامح، هو انت اللي كنت بتكلم علي امبارح بالليل قبل ما ينام على الفيسبوك؟ قبل ما ينام وبعد ما يصحى من النوم، الصبح وبالليل، قبل ما يلبس البوكسر وبعد ما يقلع البوكسر. لا 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 البوكسر لا يا ده كتير. حصلت يا علي، حصلت الخيانه يا علي، نزلت لما بيخوني. معلش واضح ان جوزك بيحبك قوي يا انجي. لا انت عايز لا معلش حاجه خلاص 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 سامح يا علي، سامح سوء متدني قوي. سامح قول يا سامح، اوعى تكون اشتغلت حسين. هشتغل. لا تعالى بقى انت عايز تضربني. يا ضهر.